كيو ماكسيمم، عشان بس ايه يعني مع كيو ماكسيمم اللي هو ويت ويذر فلو، ان سرعته ما تقلش عن 0.75. المينيمم فلو بقى في حاله الادنى تصرف جاف دي الكيو مينيمم اللي هي كي مينيمم في كيو افريج، هناخد السرعه لا تقل عن نص، يعني اكبر من او تساوي نص. طب يبقى انا دلوقتي عندي لو الماسوره دراي هاخدها نص، لو هي ويت يعني في مياه امطار هاخدها تلتين. طب احنا هنا في مصر عندنا قلنا بنصمم على ايه؟ ان المواسير الميه بنصممها على ايه؟ الدراي اللي هي لا ويت الويت. احنا قلنا نسبه الامطار قليله، فبالتالي احنا بنصمم اغلبيه شبكات الميه في مصر على الويت، يعني بناخد الامطار معانا مع الصرف. يبقى لو هنصمم ماسوره اقل عشان بس الحفظ ما نحفظش ونقول ده في معلومات كتير، لو هنصمم ماسوره اقل من 700 يبقى بناخد النسبه كام؟ دي على دي بكام؟ تلتين. على طول كده. ماشي؟ طب لو الماسوره اكبر من 700 او اكبر من او يساوي 700، لو هي دراي بناخدها تلتين، لو هي ويت في الامطار بناخدها ثلاث ارباع. يبقى دلوقتي برضو ممكن نقول ايه؟ لو الماسوره ازيد من او يساوي 700 هنا في مصر هناخدها كام؟ ثلاث ارباع. يبقى تلتين اقل من 700، ثلاث ارباع ازيد من 700. ماشي؟ الكلام ده موجود في الكود. حضرتك لما تيجي تصمم عندك الكلام ده بالظبط موجود في الكود تاخد التصرف. طب هنا في حاله الكيو مينيمم هناخد السرعه برضو لو هي ازيد بقى من 700 انها السرعه ما تقلش عن 6 من 10، اللي هي الكيو مينيمم. وفي جميع الاحوال المفروض لما اجي اصمم مواسير الصرف السرعه ما تزيدش عن 1.5، ولو الارض اللي هي المنبسطه. طب لو الارض ميلها كبير ممكن نوصل السرعه لحد 2 متر على الثانيه. بعد كده مياه الصرف زي ما قلنا فيها عوالق كتير، فيها مواد كتير، مع السرعه العاليه المواد دي بتعمل بري المواسير، يعني مش زي مواسير الميه ممكن نوصلها لثلاثه وشويه، لا هنا لو زادت عن 2 تخيل بقى الرواسب الموجوده والرمل والازاز والعوالق الموجوده دي يعني هتعمل تاكل للمواسير وتقلل عمرها الافتراضي. فاحنا السرعه ما بتزيدش عن 2، وبعد كده لو زادت عن 2 بنعمل حاجه اسمها هضارات، زي اللي هو الهضار زي المطبخ الهضار اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، عشان ايه؟ نقلل السرعه، نقلل الميل وبعدين نعمل ايه؟ هضارات سقوط للميه بحيث انها نقلل الميل بتاع الماسوره. يبقى كده احنا شرحنا ازاي نختار نسبه دي على دي، وقلنا هناخدها تلتين للمواسير الاقل من 700 وناخدها ثلاث ارباع للماسور الاكبر من او تساوي 700. السرعه ما تقلش المينيمم ما تقلش عن نص للمواسير اللي هي اقل من 700، وما تقلش عن 6 من 10 للمواسير اللي هي اكبر من 700. وعرفنا ازاي نحسب التصرف لماسوره ممتلئه جزئين. طب يا دكتور سؤال، الفي مكتوبه هنا الفي مينيمم اكبر من او يساوي الواحد، دي ده في حاله ايه؟ مواسير ازيد من 700. تمام. طب دي بقى تصرفات كبيره، فاحنا مش هنقلل، لو قللنا السرعه يبقى هنزود قطر الماسوره، بالتالي احنا بنزود الايه؟ الفي مينيمم مع الكيو ماكسيمم. خلي بالك يعني انها مع الايه؟ مع الكيو ماكسيمم مش اللي هي مع كيو مينيمم. تمام. فاحنا بنقول عشان ايه؟ لان لو احنا قللناها حتى عن كده مش هنحقق المينيمم فلو.
هتبقى الماسوره كبيره، نيجي نحقق المينيمم فلو مش هيتحقق. فاحنا بالتالي احنا ايه مع التصرف اللي هو الكبير بقى مش هنقلل السرعه، يبقى عمليه غير اقتصاديه. لكن مع المواسير الصغيره احنا قللنا السرعه، قلنا 75. ليه؟ لان الماسوره دي احنا عاوزين تهويه وعاوزين قطاع يبقى فاضي. لو ماسوره 200 او 300 وخليتها 200 هبص تلاقي القطاع الفاضي صغير، فعمليه التهويه هتبقى مش قوي. وبعدين الحاجات ديت وفقا للكود، يعني مش انا اللي جايب الرقم ده، بس انا بقول لك الفلسفه بتاعته. يعني الفي مينيمم ديت يا دكتور واحد اكبر من او بيساوي واحد متر على الثانيه مع الفي مينيمم، مع قصدي مع الكيو مينيمم ولا مع الكيو ماكسيمم؟ مع الكيو ماكسيمم. مع الكيو مينيمم 6 من 10. 6 من 10 تمام. تمام. يعني لما اجي اصمم الاول انا بصمم على كيو ماكسيمم واعمل تشيك على كيو مينيمم. فانا لما هاجي افرض السرعه بقى في الكيو ماكسيمم المفروض افرضها ازيد من واحد، واحد او ازيد، عشان اصمم الكيو ماكسيمم. وبعد كده اعمل تشيك على الكيو مينيمم ما تقلش عن 6 من 10. تمام جدا. تمام يا دكتور. هنيجي بقى نتكلم على عمليه البلاننج والتصميم بتاع شبكه الصرف. ثانية واحدة وأنا معاك. أنا دلوقتي عاوز أصمم شبكة صرف لمدينة، إيه الخطوات اللي أنا هعملها؟ أول حاجة تقسيم المدينة إلى مجموعة متساوية من الأقصية. يبقى عندي مدينة بقسمها لمجموعة مناطق بحيث إن كل منطقة أجمعها في محطة رفع وأوديها لمحطة المعالجة. تصريف مياه شبكة الصرف بالانحدار الطبيعي، يعني أحاول إن مياه الشبكة بتاع الصرف تمشي مع الانحدار الطبيعي للأرض. الأرض مايلة في اتجاه يبقى نمشي مع اتجاه ميل الأرض. السعي لصرف المياه بأقصر طريق ممكن. نحط نصرف المياه بأقصر طريق، يعني لو عندي مسارين واحد طويل واحد قصير أختار المسار القصير. ليه؟ لأن الطويل هيديني عمق حفر كبير. تاني حاجة نحط محطة الرفع في أوطى نقطة في المنطقة، يعني نشوف أوطى نقطة في المدينة في القرية في المناطق اللي أنا مقسمها وأحط فيها محطة الرفع. الاستفادة بقدر الإمكان من ميول الأرض الطبيعية، يعني زي ما أنا قلت إن أنا إيه همشي الشبكة مع ميل الأرض بحيث إن المياه تمشي بإيه بالسريان الطبيعي. الوصلات المنزلية يجب أن تكون أقل ما يمكن، يعني أعمل شبكة الصرف بحيث إن أنا أقلل طول الوصلات من المنزل للشبكه، تكون اقل ما يمكن عشان ايه تبقى العمليه اقتصاديه. بنبدا خط الصرف من ابعد واعلى نقطه في الشبكه. يعني لما نيجي نبدا شبكه الصرف بنبداها منين؟ بنبداها من اخر نقطه في المدينه واعلى نقطه، ونبدا نمشي بقى بالانحدار منها لحد اوطى نقطه. نحاول نقلل تكاليف الانشاء والصيانه. ازاي؟ إن المواسير تمشي مع ميل الأرض، فبالتالي هيبقى عمق الحفر قليل، تقليل عمق الحفر بقدر الإمكان، السرعة داخل المواسير ما تقلش عن سرعة التنظيف الذاتي، يعني ما تقلش عن زي ما قلنا 5 من 10 6 من 10، وده عشان إيه؟ ما يحصلش ترسيب للمواد في المواسير وتنسد، فبالتالي نقلل عملية تكلفة الصيانة. نحدد كمية المية الخارجة من المنازل، ومنها بنحدد كيو ماكسيمم زي ما قلنا، بنضربها في الكي ماكسيمم اللي هو 2 ل 4 حسب يعني بالحساب. نحدد كميه المياه المجاري، تحديد المياه كميه المياه الجوفيه، يبقى بالتالي جبنا الكميه التصميميه لمياه الصرف.
اللي هي الكيو دراي او كيو ويت ويزر فلو. بعد كده نبدا نختار القطر المناسب. نختار القطر المناسب ازاي؟ اللي هو بيستوعب لما يكون مليان على الاقل يبقى زياده 10% من التصرف اللي هو اللي انا بصمم عليه. وقلنا بنختار النسب حسب الاقطار. طيب النسب ديت، طب انا جيت قلت انا هصمم بالماسوره تلتين على السنان من 700 وصممت طلع القطر 900، يبقى هزود النسبه اروح مصممها تاني وافرض النسبه ثلاث ارباع واصممها تديني القطر الجديد، يبقى تراير اند اير. هنحدد اقل واقصى ميل. اقل ميل قلنا ده عشان نحافظ على ايه؟ عمق الحفر. يعني انا عندي لو الماسوره ماشيه 1000 متر والميل 5 في ال1000، يبقى هنوصل عمق قد ايه؟ الماسوره هتنزل قد ايه؟ حد يقول لي؟ تاني يا دكتور قول المعلومه كده. قول لو انا عندي ماسوره طولها 1000 متر وميل الماسوره 5 في ال1000، يبقى الماسوره دي لما تمشي ال1000 متر هيبقى عمقها قد ايه؟ 5 متر. 5 متر، يبقى هينزل عمقها 5 متر. طب لو انا الميل 2 في ال1000 هتنزل كم متر؟ الميل كم؟ 2 في ال1000 يبقى 2 متر. 2 متر، يبقى انا كل ما اقلل الميل هيبقى افضل ولا لا؟ افضل طبعا عشان بيقلل التكاليف وبيقلل عمق الحفر. بيقلل التكاليف وعمق الحفر بتاعه. فبالتالي لما اجي اصمم بيبقى عندي حاجتين اساسيين، امشي مع ميل الارض. لو الارض ماشيه بميل مثلا 2 3 في ال1000 وانا ماشي معاها هبص الاقي ان عمق الحفر ممكن يكون ثابت، هيبقى عمق الحفر مثلا بتاعي 1.5 2 متر، هتلاقيه ماشي بيتراوح من بين 1.5 2 وهكذا. لو الارض منبسطه لا، هلاقي كل ما امشي عمق الماسوره بيزيد بمقدار طول الماسوره في الميل. طيب يبقى في الحاله دي ان انا امشي على الاس مينيموم. الاس مينيمم ده اقل من الماسوره، في علاقه كده بنستخدمها بيساوي 1 على قطر الماسوره بالملي. يبقى انا لو عندي ماسوره مثلا قطرها 200 ملي، عاوز احسب اقل ميل ممكن تمشي بيه، اقل ميل يبقى 1 على 200 هيبقى 5 في ال1000 وهكذا. 1 على 250، ماسوره 250 يبقى 1 على 250 يبقى 4 في ال1000. يبقى هنلاحظ ان احنا كل ما قطر الماسوره بيزيد كل الميل بتاعها ما بيقل. يبقى بنحسب الاس مينيمم من العلاقه الموجوده قدامنا ديت، الاس مينيمم بتساوي 1 على الدي مينيمم، على الدي بالملي متر. طب هيحصل العكس، انا في شارع، الشارع ده الميل الارض بتاعته كبير، يعني دوس لي زي مطلع كده في الشارع، في شوارع بتلاقيها عاليه. طب وهمشي فيه ماسوره، لو انا مشيت الماسوره مع ميل الارض هيبقى الميل كبير، فبص الاقي ان الايه هيحصل ان السرعه هتزيد عن 2 هيبقى مشكله. فبنقول اقصى ميل ممكن تمشي بيه الماسوره قد ايه؟ اسمه اس ماكسيمم. الاس ماكسيمم بيساوي 1 على قطر الماسوره بالسنتي. يبقى انا دلوقتي الماسوره بتاعتي لو هي 200 يبقى 1 على 20 سنتي هتساوي ايه؟ بدل ما كانت 5 في ال1000 بقت كام؟ تبقى 5%. 5% او 50 في ال1000 صح؟ فبالتالي هيبقى الميل بتاعها اكبر. ده في الشوارع اللي فيها ايه؟ ميول كبير. يبقى انا دلوقتي عندي قيمتين، واحنا بنشتغل دايما على الايه؟ الاس مينيمم. يبقى احنا كده اتكلمنا على اقل ميل واكبر ميل. 15 يجب تحقيق سرعه جريان ذاتيه مناسبه لمياه الصرف، بحيث يعني سرعه الميه في الماسوره تحقق سرعه تنظيف ذاتيه عشان تمنع تسرب المواد الصلبه زي ما قلنا وانسداد المواسير. بعد ما بنعمل الكلام ده وصممنا وحددنا القطر
بنرسم مقطع جانبي لكل شارع، بنرسم مقطع لكل شارع يوضح فيه موقع المجاري ويحدد مستوى سطح الأرض ومنسوب المجاري وغرف التفتيش والمسافات بينه، وأنوار الرسمة بتولي الكلام. نحدد مواضع غرف التفتيش، يبقى نحط المنهولز على الشبكة. عندنا الرسمة الموجودة ديت مديها مخطط لشبكة الصرف، هنلاقي خط الكونتور اللي هو في أسفل خالص 52 53 54 55 56 اللي هو أعلى خط، فاتجاه الصرف هيبقى هيمشي من العالي للمنخفض. فنبص نلاقي في خط رئيسي أهو ماشي اللي هو بالتقيل الرأسي ده ماشي من 56 لحد ال 52. طب الخطوط التانية هتبدأ ترمي عليه الفرعية، هترمي برضه في اتجاه الميل اللي هو ماشي في الاتجاه برضه، يبقى خطوط الصرف ماشية مع ميل الأرض الطبيعي ماشية من العالي للمنخفض ونجمعهم في أوطى نقطة. هنيجي بقى لحاجة مهمة من ضمن الحاجات المهمة اللي هي طريقة توصيل خطوط المواسير مع بعضها. عاوز أوصل ماسورتين مع بعض إزاي؟ أنا عندي زي ما قلنا ماسورة رئيسية، لو جينا مثلا في الرسمة دي اللي هي الماسورة الرئيسية اللي هي جاية في الخط الرأسي، ماسورة رئيسية تقيلة كده وفي سهم تقيل تحت بتوصل عليها مواسير فرعية. الماسورة الفرعية دي جاية من الرئيسية جاية من آخر البلد فماشية، فالميل بتاعها في الطول يدي عمق كبير. هاجي اوصل عليها ماسورة فرعية اللي هي على الشمال مثلا، أول ماسورة فرعية جاية على الشمال اللي هي جاية بميل. طيب هنعمل ايه مع الماسورة الفرعية؟ هنلاقي الماسورة الفرعية دي بادئة من مسافتها صغيرة، فالميل بتاعها هنضرب الطول في الميل هيبقى عمقها عند نقطة التقائها مع الماسورة الرئيسية، هنلاقي الماسورة الرئيسية مثلا على عمق 2.5 متر، الماسورة الفرعية داخلة على عمق 2 متر. طب عاوزين نوصل الاتنين دول مع بعض، نوصلهم ازاي؟ فقالوا في طريقة لتوصيل خطوط المواسير مع بعض. طب اما نيجي نوصل الماسورة، هل الماسورة الفرعية هنيجي مثلا نقول ان انا لقيت الماسورة العكس بقى، دي الماسورة الفرعية منسوبة اعلى مفيش مشكلة، هنيجي مثلا في ماسورة فرعية تانية هنلاقي منسوبها اقل اوطى من الماسورة الرئيسية. طب نعمل ايه بقى؟ يبقى لازم ننزل الماسورة الرئيسية، ننزل منسوبها بحيث ان هو يبقى اوطى من الماسورة الفرعية عشان يسحب المية منها. يبقى لو عندي ماسورة فرعية وماسورة رئيسية الاثنين منسوب الماسورة الفرعية أوطى أو بيساوي منسوب المية في الماسورة الفرعية، يبقى دي الحالة اللي هنتكلم عنها توصيل المواسير. عندي كذا حالة، إما الحالة اللي لو بصينا اللي هي على اليمين فوق اللي معمولة على جنبها صح، يبقى منسوب المية في الماسورة الفرعية هو نفس منسوب المية في الماسورة الرئيسية، يبقى احنا بنتكلمش بقى على مواسير، بنوصل الماسورتين ببعض بس بنوصل بحيث نحسب منسوب المية هنا ومنسوب المية هنا ويكون مع بعض. او في حالة تانية نقول لا، نخلي منسوب المية للماسورة الفرعية عشان الامان يكون اعلى من منسوب المية في الماسورة الرئيسية اللي هي الميل. يبقى دول الحالتين اللي بنوصل فيهم، اما نفس المنسوب اما المنسوب اعلى. طيب والرسمة اللي هي موجودة على الشمال فوق برضه، يا اما طريقة التوصيل يا اما نوصل الماسورة الفرعية مع الماسورة الرئيسية الراس في راس، يعني المنسوب الكراون اعلى نقطة للماسورة دي مع اعلى نقطة للماسورة دي، فبالتالي يبقى كده منسوب المية في الماسورة الفرعية اعلى من الماسورة الرئيسية، او نوصل المية هنا مع المية هنا، نخلي الدي مينيمم مع الدي ماكسيمم بتاع الرئيسية، وهنشرحها في الاستاد اللي بعد كده. الطرق بقى اللي هي اللي هنلاقي الرسمة اللي تحت اللي عليها علامة غلط دي، لو احنا وصلنا ماسورتين، الماسورة الفرعية اللي هي البرانش منسوب المية فيها أوطى من الماسورة الرئيسية، ايه اللي هيحصل؟
الميه هتدخل من الماسوره الرئيسيه جوه الماسوره الفرعيه ويحصل ايه؟ الميه انسداد، وتحصل الميه ممكن ترتفع في الشارع الفرعي فيبقى في مشكله، ويبقى نقطه تفاعلات لا هوائيه وعندي مشكله في الشبك، فما ينفعش الحاله دي. يبقى بتجيلنا بقى التصميم بتاعنا، المفروض ان انا لما اجي اصمم احسب ارتفاع الماسوره الفرعيه عن الماسوره الرئيسيه. طب نحسب الارتفاع ازاي؟ اللي هو انا عندي الماسوره بتحدد بمنسوبين، منسوب الاعلى نقطه فيها بنسميه الكراون، ومنسوب اوطى نقطه بنسميها الانفكت ريفل. فعشان نحسب المسافه اللي هي اتش مينيمم اللي هو ارتفاع قاع الماسوره الصغيره اللي هي البرانش عن قاع الماسوره الرئيسيه اللي هو الاتش مينيمم، هيساوي عمق الميه في الماسوره الرئيسيه اللي هو دي 2 ناقص عمق الميه في الماسوره الفرعيه. يبقى دي 1 ديبس اوف ووتر ان برانش، ودي 2 ديبس اوف سيوج ووتر ان مين بايب. يبقى المطلوب في التصميم بتاعي او في المساله اللي هتجيلي ان انا احسب الاتش مينيمم، ارتفاع الماسوره الفرعيه قاع الماسوره الفرعيه عن الماسوره الرئيسيه. بنحسبه ازاي؟ نحسب ارتفاع الميه في الماسوره الرئيسيه ونطرح منه ارتفاع الميه في الماسوره الفرعيه. برضو تاكيدا الشريحه دي بتقول ايه؟ يتم توصيل المواسير بحيث يكون منسوب، يبقى القاعده بتاعتنا اللي هنشتغل عليها اللي هي رقم 2 تحت، منسوب المينيمم ووتر ليفل الماسوره دايما زي ما قلنا اللي هي ماشيه بارشري فول بيبقى فيها منسوبين، منسوب دي ماكسيمم اللي هو منسوب الميه مع كيو ماكسيمم، منسوب الدي مينيمم منسوب الميه مع كيو مينيمم. فهنوصل يبقى الماسوره الفرعيه لها دي ماكسيمم ودي مينيمم، والماسوره الرئيسيه لها دي ماكسيمم ودي مينيمم. اول حل وابسط حل ان انا زي ما شايفين اللي هو رقم 1 فوق، اوصل الماسوره الرئيسيه والماسوره الفرعيه بيكون منسوب الراسم العلوي للماسورتين واحد، ودي اسهل طريقه في التنفيذ وفي الحسابات. يعني ايه؟ بوصل الماسورتين مع بعض، يبقى سقوط الماسوره الفرق اللي هو الاتش مينيمم ما بين الماسورتين هو عباره عن قطر الماسوره الكبيره ناقص قطر الماسوره الصغيره. يعني انا لو هوصل الماسورتين ماسوره 500 وماسوره 200، طيب يبقى الفرق ما بين منسوب قاع الماسوره دي وقاع الماسوره دي قد ايه؟ يبقى 500 ناقص 200 يبقى 300. طب ده بيترجم ايه في الواقع؟ برضه واحد يقول لي ايه؟ طب وايه يعني ايه لازمه الكلام ده؟ ما هو انا هنا اهو واي 1 ناقص واي 2. ما انا بقول لك انا ببدا في الشبكه من ابعد نقطه واعلى نقطه، فبتكون دي ماسوره فرعيه. كل ما باجي اوصل بتشيل تصرفات، انا الماسوره بدات ب 200 وبعد كده ماسوره 250. طب انا لما اجي احط الماسوره ال 250 بقى اللي بعدها اللي هي هتصب فيها ال 200 احطها ازاي؟ يقول لك خلي الراس مع الراس من فوق، يبقى الماسوره اللي احسب عمق الماسوره ال 250 ايه؟ يبقى عمق ال 200 زائد الفرق اللي هو 50 مللي، يبقى الحفره يزيد 50 مللي. طب لو انا عندي ماسوره 200 وماسوره 500، يبقى 200 و500 يبقى الفرق 300، يبقى هنزل الحفر 300 مللي يعني 30 سم. ده لو كل قطاع هنبص له يتراكم يزود عمق الحفر. فقالوا الطريقه الاقتصاديه ايه؟ لا هنشتغل على الميه. يعني ايه؟ الماسوره مش هحط اللي هي رقم 2، مش هحط الراسم العلوي هنا مع الراسم العلوي هنا، لا انا هنا موصل ماسورتين فرعيين بالماسوره الرئيسيه، بس هنتكلم على واحده. هنقول ايه؟ الراسم العلوي بتاع الماسوره دي مش مع الراسم العلوي بتاع الماسوره الرئيسيه، لا ده انا بخلي منسوب الميه. بوصل ايه من الميه؟ باخد الدي مينيمم بتاع الماسوره الفرعيه يكون هو نفس منسوب الدي ماكسيمم بتاع الرئيسيه، ويبقى الفرق بقى ما بين الماسورتين اللي انا يبقى الماسوره الكبيره هتنزل قد ايه او هحفر زياده قد ايه عباره عن الدي ماكسيمم ناقص الدي مينيمم بتاع الماسوره الفرعيه. فبالتالي بدل ما كانت 30 سم ممكن تبقى 10 سم، فبالتالي يبقى انا وفرت في عمق الحفر، يبقى 10 سم في كذا قطاع، يبقى انا وفرت متر او متر ونص حفر زياده ملوش لازمه.
يبقى ده طريقة التوصيل، الطريقة الأولانية وفي ناس بتشتغل بيها وبيسهلوا على نفسهم. الطريقة التانية بتبقى متعبة شوية في الحساب، إن أنا هقعد أحسب لكل مقطع دي مينيمم ودي ماكسيمم للماسورتين، وبعدين أخد الفرق بينهم، يبقى ده الفرق الحفر، وأشتغل لكل المدينة. هتاخد وقت زيادة بس هتوفر تكلفة وعمق حفر في المدينة. طيب، والمسألة بقى اللي هتجيلنا في الامتحان إن شاء الله هتبقى رقم 2، يبقى هنوصل ماسورتين، ماسورة رئيسية وماسورة فرعية. طب نوصلهم إزاي؟ نروح حاسبين الدي مينيمم بتاع الماسورة الفرعية ونوصله مع الدي ماكسيمم بتاع الماسورة الرئيسية. هيجي واحد يقول لي طب ما وصلتش الدي ماكسيمم الفرعية ليه مع الدي ماكسيمم بتاع الماسورة الرئيسية؟ احنا بناخد اسوأ حاجة، ان ممكن يكون الشارع ده ما فيش فيه استهلاك فيبقى فيه دي مينيمم، والشارع والماسورة الرئيسية فيها دي ماكسيمم، ففي الحالة دي لو وصلنا دي ماكسيمم مع دي ماكسيمم وموجودة دي مينيمم هيحصل ارتداد للمية في الماسورة الفرعية. فقلنا احسن حاجة ان احنا نوصل الدي مينيمم للفرعية مع الدي ماكسيمم للرئيسية. لو هما مثلا كذا ماسورة بقى نفس الكلام، الماسورة التانية يبقى دي مينيمم للماسورة الفرعية التانية مع دي ماكسيمم، ونحدد ارتفاعها وعمق الحفر. يبقى دي طريقة توصيل الايه المواسير. هتجي لك مسألة في الامتحان ان شاء الله ماسورتين، وصل الماسورة الفرعية على الماسورة الرئيسية واحسب لي عمق الايه الفرق ما بين الانفيرت ريفن للماسورة الفرعية والماسورة الرئيسية، يبقى نحلها. دكتور وده مثال. لا دكتور ايوه التوصيل ده طبعا بيبقى اللي هو عن طريق المطبخ بقى صح؟ لكن اه ما ما اي بندخلش تغيير، المواسير في بعضها. اي تغيير في شبكه الصرف بيتم خلال المطبخ. تغيير اتجاه الماسوره، تغيير قطر الماسوره، تغيير ميل الماسوره، تغيير عمق الماسوره، تغيير قطر الماسوره، بنروح عاملين مطبخ على طول. زي ما قلنا ده اللوكيشن اوف مانهول اللي احنا قلنا اماكن مطابق في المحاضره اللي فاتت. فالكلام ده بيبقى الهبوط ده بيبدا في بيبقى ايه خلال المطبخ. ماشي، تمام يا دكتور، تمام. دي مسألة اهي مديني ماسورتين، الماسورة الأولانية قطرها 60 بوصة، بتشيل تصرف أقصى تصرف بتشيله 700 لتر على الثانية، الميل بتاعها 8 من 10 آلاف، الماسورة الصغيرة 20 بوصة والميل بتاعها 2 من 1000، والماكسيمم فلو بتاعها 150. وات ذا مينيمم هايت اباف ذا انفيرت ليفل اوف ذا لارج سيور، عاوز يعرف ارتفاع الايه الاقصى اقل ارتفاع للماسوره الصغيره فوق الانفيرت ليفل للماسوره الكبيره. في هنا في المساله ديت هو اداني كيو ماكسيمم وكيو ماكسيمم هشتغل عليه، لكن لو هو مديني كيو مينيمم للماسوره الصغيره يبقى لازم انا اوصل كيو مينيمم للماسوره الصغيره. هيعمل ايه؟ هيجي من التشارت للماسوره الكبيره، الماسوره اللي قطرها 60 بوصه والاس 8 من 10 في ال 1000، هيديني الكيو فول بتاعتها التشارت بتاع مانينج 1800. طيب انا جيب يبقى الماسوره دي وهي مليانه بتشيل 1800، بس هي بيقول لي بتشيل اقصى تصرف 700، يبقى كيو ماكسيمم على كيو فول 700 1800 بوينت 3389. هنروح التشارت بتاع الهيدروليك اليمنت، انا عندي نسبه كيو على كيو 389 من 1000، هيجيب لي الدي ماكسيمم على فاي بوينت 45، يبقى دي واحد ماكسيمم ارتفاع الميه في الماسوره الرئيسيه 27 بوصه. ماشي لحد كده في مشكله؟ هنعيد الكلام ده تاني. الماسوره الرئيسيه بتشير تصرف اقصى مقداره اللي هو شايلاه فعليا 700 لتر، قطر الماسوره 60 بوصه وميلها 8 من 10 في ال1000. طب هدخل المنحنى بتاع مانينج، عندي قطر الماسوره 60 بوصه وعندي ميل الماسوره، هجيب تصرف الماسوره وهي ممتلئه، هلاقي تصرف الماسوره وهي ممتلئه اللي هو الكيو فول 1800 لتر على الثانيه، وهي شايله فعليا كام؟ 700. يبقى نسبة التصرف الجزئي على التصرف الممتلئ
اللي هي 700 على 1800 يساوي ايه؟ تقريبا 4 من 10 او 389 من 1000. طيب هدخل المنحنى الثاني اللي هو بتاع الهيدروليك اليمنت اللي هو ب 389، اللي هو المنحنى ده انا جبت كيو على كيو ب 389، هطلع راسي يعني تقريبا 4 من 10. انا شغال على الشارج اللي هو كيو، هيقطع الخط اللي هو بتاع الشارج اللي هو المنقط، امشي افقي هيديني بوينت مثلا حاجه و40، يبقى زي ما قال في المساله هنا طلعت بوينت 45. يبقى دي على الدي او دي اللي هو دي ماكسيمم بقى اللي هو تصرف الماسوره وهي ممتلئه مع تصرف كيو ماكسيمم تساوي بوينت 45. طب الارتفاع كام؟ 27، هنضربه بقى في 60، النسبه دي 27 بوصه. نفس الكلام هنعمله للماسوره 2 اللي هي الفرعيه. انا عندي الماسوره الفرعيه قطرها 20 بوصه وملها 2 في ال1000، فندخل منحنى مانينج يبقى نجيب الكيو فول 170، نسبه الكيو ماكسيمم على الكيو فول اللي هي 150 بيقول لي انها بتشيل 150 على 170 88%. هندخل المنحنى الهيدروليك اليمنت هنجيب كيو ماكسيمم من كيو ماكسيمم على كيو فول اللي هي 88، هنجيب دي ماكسيمم على فاي 2 هتلاقيها 73، يبقى دي 2 ماكسيمم هتساوي بوينت 73 14 بوصه. طيب واحد يقول لي انت اشتغلت هنا على الماكسيمم ليه؟ لان هو في المساله اداني كيو ماكسيمم، لكن لو هو كان اداني كيو مينيمم كنت هحسب الكلام ده بكيو مينيمم وهجيب الدي مينيمم واطرح بقى اقول الاتش مينيمم هتساوي ايه؟ الدي 1 ماكسيمم ناقص الدي 2 مينيمم، لكن هو ما ادهاش ليه؟ ممكن في الامتحان ان ما ادهاش لك، يبقى حل بقى الموجود. يبقى الاتش مينيمم هتساوي الدي 1 ماكسيمم اللي هي كام؟ 27 بوصه، والدي 2 ماكسيمم اللي هي 14 هيساوي 12.4 من 10 بوصه، يعني حوالي 31 سم. يبقى ارتفاع الماسوره اللي هو الاتش مينيمم اللي هو موجوده في الرسمه ديت عباره عن الدي 1 ناقص الدي 2 طلع 31 سم. يبقى لو انا اللي متنفذه فعليا الماسوره الفرعيه، طب الماسوره الرئيسيه منسوب قاعد بتاعها هيبقى على منسوب كام؟ ننزل بقى بال 31 سم. المساله دي مساله مهمه، هيجي لك مساله زيها كده في الامتحان. يعني دي من ضمن مسائل الامتحان، نبقى عرفنا ادي مساله من ضمن المسائل اللي هتجي لنا في الامتحان. ماشي، يبقى كده وصلنا. هيجي لنا مسألة اللي هي المسألة ديت الجزء بتاع الصرف، هيجي لك مثلا قطاع ويقول لك صممه دين التصرف، هندخل بتاع مانينج ونجيب الكيو فول نسبة نفرض نسبة دي على فاي بكذا، يديني ماسورة ويقول لي احسب لي قطرها كذا وماشية بميل كذا، احسب لي تصرف الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم، يعني ايه؟ هنديك مسألة على تصميم المواسير. اللي هي ديت يعني يا دكتور ولا غير ديت يعني؟ لا دي مسألة، هيجي لك مسألة تانية ازاي نصمم ايه ماسورة. كان اللي هي الشريحة دي اللي هي بتاع اقل من 700 واكبر من 700، واللي احنا قلنا بنستخدم التصرفات بتاعت مصر. ايوه، في مثلا زي المثال اللي انا قلت لك ماسوره بتشيل 50 لتر لما تكون ماشيه والصرف ماشي دلتين ممتلئ، هتبقى مساله زي الموجوده كده على الشريحه دي، او هتشوفوا الامتحانات فيها والشيت فيه مسائل على الموضوع ده على استخدام المنحنيين. ايوه تمام ماشي يا دكتور. شويه الحاجات بقى اللي هنبدا نقولهم دلوقتي هم توضيح للجزء اللي قبل كده، لكن احنا مش هنسأل فيه، يعني هنتكلم بس جزء كده عشان نوضح بعض النقاط. اول حاجه ايه؟ حاجات للمعرفه يعني يا دكتور، للمعرفه، وهتوضح برضو وتثبت الجزء الاولاني. تمام جدا. لما يبقى عندي شبكه صرف وانا صممتها بالشكل ده، انا هنبص في اللوحه دي هنلاقي مثلا عندي البامب ستيشن اهي موجوده في اليمين تحت، وموصل عليها مجموعه مواسير. طب
أحدد الخط الرئيسي إزاي والخط الفرعي. الخط الرئيسي بيبقى أطول خط موجود في المدينة، يعني أنا بشوف بيبقى الخط اللي واصل ما بين أبعد نقطة ومحطة الرقل. أنا ممكن يبقى عندي كذا خط، لكن الخط هشوف أطول مسار عندي، فده بيبقى الخط الرئيسي. ليه؟ لأن هو معنى الخط الرئيسي أنا موصل عليه مجموعة خطوط تانية، فبيبقى عمقه أكبر عمق في الخطوط، فبالتالي ده أهم خط عندي لازم أعمله الأول على أساس إن هو ده بنسميه الخط الرئيسي. يبقى المين بايب هو أطول خط موجود في الشبكة. طيب ده أول حاجة. تاني حاجة عاوزين نرقم الشبكة، يعني أنا بنصمم ونحط المانهولز عند أماكن التغيرات، عاوزين نرقم بقى المانهولز والمواسير بحيث إن أنا لما أجي أصمم جزء وهصمم قطاع أو لا أصمم قطاع عند ماسورة واحد، قطاع ثلاثة، قطاع ثلاثة اثنين وهكذا. يبقى الخط الرئيسي بنبدأ الترقيم من عند البامب ستيشن، بنبدأ بقى غرفة الدخول بتاع البامب ستيشن دي بنديها زيرو، يعني مش واضحة يعني، وبعد كده بنبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة زي ما احنا شايفين ستة سبعة لحد ما نوصل لأبعد نقطة. يبقى أبعد نقطة 12 13 14 15 16، يبقى ده الخط الرئيسي أطول خط موجود في المدينة، هو ده بقى الخط الرئيسي وده اللي رقمناه برقم اللي هو الأرقام الفردية. طيب الخط الرئيسي ده متوصل عليه مجموعة خطوط، طب نرقمها إزاي؟ نفس الكلام، بناخد منها خط رئيسي برضو أطول خط بنحدده اللي هو أكبر مسار. طيب أكبر مسار، وبعدين ناخد ترقيم، أنا عندي المانهولز ده بقى رقم واحد متوصل عليه خط، نبدأ إيه؟ واحد واحد، واحد اتنين، واحد تلاتة، يبقى هنحط شرطة ونحط ترقيم جديد تاني، ونمشي برضو في أطول مسار، يبقى ده الخط إيه؟ واحد أربعة، واحد خمسة، واحد ستة. طب جينا عند خط واحد أربعة، في خط جديد متوصل عليه، نروح حاطين شرطة ونبدأ من واحد، يبقى واحد أربعة واحد، واحد أربعة اتنين، واحد أربعة تلاتة، يبقى دي عملية ترقيم خطوط الصرف. والرقم بيبقى عند المانهولز، عند الاستيشن بتاعتنا، النقطة الرئيسية بتاعتنا اللي هي ايه؟ المانهولز اللي هي بنديها رقم. لما نيجي نتكلم بقى على خط مواسير، ممكن نقول خط مواسير ايه؟ من واحد واحد واحد، يعني ما بين مانهول واحد ومانهول واحد واحد وهكذا. طيب زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي تحت، الماسورة، الماسورة بيبقى لها منسوب اسمه كراون اللي هو منسوب أعلى نقطة في الماسورة، ومنسوب الانفلتريف. طب احنا عاوزين نحط منسوب الماسورة على الرسمة دي، يعني مثلا عند النقطة رقم سبعة كده حاطين كذا خط مايل، على الخط اللي هو المايل ده جاي على نقطة سبعة لكذا قطاع، بنحط عليه بعض البيانات توضح لي عمق الماسورة. فبيبقى محطوط الخط المائل ده بنحط حاجه اسمها لاند ليفل، منسوب سطح الارض فوق الخط من اعلى، وتحت بنحط الانفلت ليفل اللي هو منسوب قاع الماسور. يبقى لما نيجي نقرا على اللوحه الموجوده فنبص نلاقي محطوط عند كل قطاع لكل ماسوره منسوب سطح الارض ومنسوب قاع الماسور. يبقى ادي ايه البيانات الموجوده على اللوحه، بالاضافه بقى ان احنا بنحط ما بين كل منهول ومنهولز المسافه، وبنحط قطر الماسورة. يبقى دي طريقة ترقيم اللي هي الخطوط. دكتور في سؤال، هي الماسورة اللي هي كانت رقم سبعة دي احنا مسمينها مرتين ليه؟ مرة يمين ومرة شمال، مش هي بيبقى ليها بس سطح أرض وانفيرتد ليفل واحد؟ لا، ماسورة رقم سبعة اللي هي اللي تحت على الشمال بعد، يعني هنبص كده من ستة لخمسة ماشي؟ اه، في قطاع هنا بعد نقطة سبعة على طول وخط مايل. الماسورة ده بقى جمعت ايه؟ جمعت الماسورة اللي هي جاية من الشمال والماسورة اللي جاية من تمانية، بالتالي القطر اتغير. اه، فمنسوب سطح الأرض منسوب قاع الماسورة، ايه اللي هيحصل زي ما اتكلمنا في التوصيل المواسير؟ هينزل بمقدار تغير القطر بالظبط.
فبالتالي بقى لازم انا احط هنا بيان سطح الارض، سطح الارض مش هيختلف، لكن اللي هيختلف ايه؟ الانفيرتي. اللي هو منسوب قاع الماسوره. طب هاجي مثلا ما بين 7 و8 في خط تاني، ما هو ده الخط اللي جاي بقى، ده قطره كذا، فهيبقى له انفيرت مختلف. طب الماسوره اللي هي ملهاش رقم على الشمال دي ومتوصله في 7، طب ما دي ماسوره فرعيه وجايه على منسوب، فلها منسوب برضه مختلف للماسوره نفسها، منسوب سطح الارض هو لكن المنسوب قاع الماسوره ايه؟ هيختلف. تمام يا دكتور، ايوه. بالنسبه اللي هو نقطه 7 برضو، هحسب الاتش مينيمم للمسار اللي اتصلت 7 مع 8 والمسار اللي على الشمال ب7. ما كله هحسب الاتش مينيمم، يعني لو لقيت ان يعني ايه، ليه بقى انا بحسب الاتش مينيمم؟ لو الاتنين في نفس المنسوب او اقل، لكن مثلا هبص الاقي الماسوره، هنقول مثلا الماسوره اللي ملهاش رقم دي على 7، دي ماسوره فرعيه هتلاقيها جايه بميل قليل، هلاقيها اعلى من، يبقى مش هيبقى فيها مشكله، هتدخل المانهولز اعلى من الماسوره. لكن لا، انا الماسوره اللي جايه من 8 ل 7 وبعدين هتبدا غالبا هيتغير القطر من 7 ل 6، ففي الاثنين دول بقى يبقى انا اللي هحسب لهم الايه، الاتش مينيمم والاتش ماكسيمم ووصلهم على بعض. طب كده يبقى عندي يا دكتور من 2 مقدار تخفيض للماسورة، هاخد الأكبر منهم؟ لا، هو يبقى واحد بس، ما انا بقول لك انا بتكلم على ان هاخد، لا مش هاخد واحد من، هاخد واحد منهم اللي هو يحقق الاثنين التانيين. يعني اللي هو ممكن الجزئية دي تانية يا دكتور لو سمحت. يعني مثلا هنيجي للرسمة دي، الرسمة اللي تحت دي، هنفترض ان الماسورة يمين وشمال متوصلين. طيب انا هنزل، هيطلع لي للماسورة اليمين دي مينيمم والماسورة الشمال يطلع لي دي مينيمم. طب انا هاخد مين اللي هو مش دي مينيمم، الاتش، اخد الاتش مين منهم؟ هاخد اللي سايف الاثنين. ايوه، هاخد الاكبر بقى، بحيث ان هو ايه، لازم الماسوره تسيف الاثنين، هيبقى في واحده اعلى مفيش مشكله، لكن لا عشان احقق اللي هي المنخفضه. دكتور، هو ايه الغلط لو انا سبت ديت بالاتش بتاعتها ودي بالاتش بتاعتها؟ دي جايه من سكه ودي جايه من سكه ثانيه، يعني دي جايه من حته ودي جايه من حته ثانيه، ايه الغلط لو انا سبت مثلا الاتش واحد دي اتش واحد واتش اتنين دي اتش اتنين زي ما هي عادي الارتفاع يعني هو الاتش؟ لا، ما هو في الاخر انا عاوز احدد منسوب الماسوره الكبيره، يعني اعتبر ان الماسوره اليمين ماشي مع منسوب الماسوره الكبيره ده. دكتور، اصلا انا بنسب الصغير ليه، فهي كده كده منسوب. انا عارف، انا بقول انا عندي منسوب الماسوره الصغيره ده ثابت، ده جاي من شارع فرعي ولقيته اداني منسوب، والماسوره اللي على الشمال برضو جايه على منسوب، يبقى الماسوره الرئيسيه الكبيره دي مش لازم أن يكون منسوبها اقل من الاثنين دول عشان تسحب المايه منهم. تمام، فده التشيك اللي انا بعمله. افرض ان انا حسبته الواحده حققها، طب والتانيه ما حققش، يبقى الميه هترد فيها، فانا بحسبه بنزل منسوبها يحقق المنسوب بتاع المنسوب اللي تحت اللي هو الارضيه بتاعه الماسوره، يعني هتبقى فين؟ ايوه، هو ده اللي انا بعمله، هتبقى يمه الاتش الكبيره. طبعا، ماشي يا دكتور. ايوه، بحيث انها تحقق لي الماسورتين مع بعض. ماسورتين، ايوه تمام، وصلتني كده. ممكن الترقيم تاني بقى يا دكتور لو سمحت؟ الترقيم بنشوف اطول خط موجود، اطول خط في ايه؟ اطول خط في الطول، لان ده هنضربه في الاس هيديني اكبر عمق حفر، ونبدا نرقمه. بنبدا من عند بامب ستيشن برقم 1، يعني اللي هو المطبق اللي داخل البامب ستيشن ده بيبقى زيرو، اللي هو اسمه مطبق دخول. المطبق اول واحد في الشبكه بنديله 1، ونمشي بقى نرقم كل مانهولز، نديله 2 3 4 5 لحد ما نوصل لاخر مانهول، مثلا ممكن يبقى 50 100 150 حسب طول الشبكه. بعد كده نرقم الخطوط الفرعيه، يعني انا عندي مانهول واحد ده متوصل عليه خط فرعي بقى تاني، بنروح واخدين شرطه ونبدا من واحد تاني، يبقى 1 1 1 2 1 3 وهكذا. جينا عند 1 3 في خط فرعي داخل عليه، نروح مزودين شرطه ومقللينه درجه، يبقى 1 3 1 1 3 2 وهكذا. طب افرض ان 1 3 2 ده موصل عليه حاجه تاني، يبقى 1 3 2 وشرطه ونبدا 1 و2 و3 وهكذا، يبقى ده ترقيم الايه؟ الشبكه.
الكل ماسوره عند كل قطاع بقى في الشبكه، بنروح عاملين خط اللي هو المايل ده، نحط عليه من فوق منسوب الارض ومن تحت منسوب قاع الماسوره. من ضمن برضو الترقيم ان انا بحسب بحط على اللوحه قطر كل ماسوره، يعني ما بين كل منهولز والتاني ده بحط بيان كده طول المسافه وطول الماسوره. في طرق بقى تصميم انا يعني اعتقدش الوقت يسمح بيها، ازاي اصمم شبكه مدينه. انا هقولهم بقى اجمالا كده، واحنا انا بنشرحهم لطول المشروع عشان لو يصمم، لكن هي الطريقه عباره عن ايه. في عندي طريقتين، طريقه اسمها الاريا ميثود وطريقه اسمها البايب لينس ميثود. ده بالنسبة للشبكات برضه يا دكتور، بالنسبة لمقرر الشبكات برضه ده للمعرفة برضه، ده المعرفة. لكن بالنسبة للمشروع هنبقى نصمم بيه بس بعد ما نخلص الفاينل نبقى ناخده بالتفصيل ونصمم بيه. ان شاء الله. تمام جدا. انا يعني بنقول الطريقة دي ازاي، انا في رسمة اهي، هنقول ادي المدينة بتاعتنا. المدينة ديت مربعات وفيها عملت أنا رفع مساحي فاداني مناسيب سطح الأرض، فأنا لقيت ميل سطح الأرض في اتجاه السهم، هروح بروح جاي كده عامل في المدينة يعني الاتجاهات الميل الأرض بروح عامل مجموعة أسهم، فأنا لقيت المدينة مايلة في الاتجاه اللي هو بتاع السهم ده، يبقى من المرتفع للمنخفض، يبقى عشان أبدأ أخطط شبكة الصرف. جيت خططت الشبكة زي ما كنت عامل السهم، عملت المواسير وحطيت عليها اتجاهات المية، يبقى المية هتمشي في الاتجاهات دي، يبقى دي تاني حاجة اللي هي اتجاهات ايه ميل المية. يبقى فاهم كده، حطيت تخطيط كده مبدئي لشبكة الصرف في ماشي معايا مع السهم اللي انا عامله اللي هو اتجاه ميل الارض، يبقى دي الخطوط الموجودة اللي بتخدم الشوارع لحد ما حددت البامب ستيشن في اوطى نقطة. بعد كده عاوز اصمم الخطوط دي، ما الخط اللي انا عامله ده اللي هو عليه سهم ده مش بيجمع ميه من البيوت اللي جنبه، طب بيخدم مساحه قد ايه؟ بنروح جايين كده عاملين مجموعه تقسيم بمثلثات، يعني نروح مقسمين كده نرسم على الخطوط تقاطع الخطوط، نروح عاملين خط يقسم الزاويه ما بين الخطين ولحد ما يتلاقى مع الخط الثاني، يبقى حددنا مجموعة المناطق اللي بيخدمها الخط بتاع الصرف. يبقى الخط اللي على الشمال ده هيخدم مثلا المية بتاعته زي ما عاملين الأسهم، هتروح عليه باتجاه الأسهم اللي هو المنطقة رقم 4، ده اللي هو الخط اللي هو موجود على الشمال. طب الخط مثلا الموجود على اليمين اتجاه الأسهم اهو، ده المنطقة ديت هتروح عليه عشان يبحسب مساحة المنطقة ديت، هتسميها مثلا اريا 3 واضربها في البوبوليشن دينستي يديني عدد السكان وفي التصرف والكلام ده، يبقى جبت التصرف كمية المية اللي رايحة للخط ده. طب رايحة على الخط ده هصمم فيه ايه سيكشن مقداره ايه؟ سيكشن بي. طب عندي مثلا الخط اللي فوق ده عندي هيخدم مساحات ايه؟ اللي هي المثلث اللي فوق A1 و A2، يبقى التصرف بتاع المنطقه ديت هيروح للايه؟ للخط اللي فوق. طيب نجمعه فين؟ في سكشن ايه؟ يبقى عرفنا التصرف نبدا نصممه. يبقى دي طريقه ايه؟ انا حسبت احسب المساحات اللي بيخدمها كل خط عن طريق ان انا اقسم المسافه بزوايا 45 ما بين تلاقي الخطوط مع بعضها واحدد المنطقه واحسب المساحه، وعندي البوبوليشن دينستي اللي هي الكثافه السكانيه واضربها في المساحه بتاع المنطقه يديني التصرف عدد السكان، وبالتالي اجيب التصرف اللي بيخدمه الايه؟ اللي هو القطاع ده. يبقى عرفنا ازاي دي اسمها الاريا ميثود، ان انا بشوف كل خط بيخدم مساحه قد ايه. طب بنحدد المساحه ازاي؟ ان انا بقى بقسم بقى اشوف المساحات المخدومه بكل خط واحسبها واصمم بقى القطاعات. بعد ما صممت القطاع
جبت اصمم قطاعات بقى عندي اقطار، فابدا احط المانهولز. المانهول هنحطها بقى عند تغير، يعني عند اي تغير في الاتجاه، تغير في الميل، تغير في القطر، يبقى حطيت مجموعه المانهول وعلى بعد مسافات لو ما فيش اي تغير، يبقى بقى عندي ادي المانهولز حطيتهم على الشبكه، يبقى انا عرفت القطر والميل والمانهولز. بعد كده نبدا نرقم الشبكه، يبقى ذا مين سيور لاين از ذا لونجست، اللي هو اطول خط عندي البامب ستيشن اهي، ونبدا بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، ده اللي هو المين لاين اللي هو اطول خط، ونرقمه وهكذا. ده طريقه الايه التصميم بتاع شبكه المواسير. يبقى دي طريقه المساحه. في مشكله في طريقه المساحه؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. في ناس بقى قال لك لا احنا نسهل على الموضوع ده اكتر، وده احنا ساعات بنعمله، يعني عشان تتخيل ان عندك مدينه كبيره تقعد وترسم الخطوط، يبقى عندك الاف السكاشن والاف القطع تحسب مساحتها، بتبقى عمليه يعني عندك 200 500 سيكشن، لكل سيكشن تقعد تحسب له مساحه. كان زمان بالطرق العاديه اليدويه كانت صعبه، الكمبيوتر برضو سهل بس هتاخد وقت على الاوتوكاد والكلام ده. فقال له لا ده احنا نعمل حاجه ابسط جدا، بدل ما نعمل مساحه زي دي، مش انا عملت الخطوط اهي، طب انا رسمت الخطوط بتاع المدينه، طب ما الاسهل ايه، طب ما انا احسب طولها. يبقى انا مثلا هحسب طول شبكه المدينه طلعت 10 كيلو، يبقى انا عرفت ايه شبكه المدينه ديت فيها اطول شبكات مقدارها كام، 10 كيلو. طيب ال 10 كيلو دول اروح قاسم بقى التصرف بتاع المدينه على ال 10 كيلو، انا عارف تصرف المدينه كلها وعارف طول شبكه المدينه، اروح قاسم التصرف على طول شبكه المدينه يديني تصرف وحده الطول من الايه المتر الواحد بيجمع ميه قد ايه. هاجي على مثلا الخط اللي هو على الشمال ده، طب ما الخط ده هحسب طوله، اقول طوله مثلا 200 متر واضربه في التصرف وحده المساحه، يبقى عرفت القطاع ده بقى تصرفه كام، فبالتالي بقى سهل جدا، بدل ما اقعد احسب مساحات، لا مجرد ان انا احسب طول الخط واضربه في تصرف وحده الطول يبقى اداني التصرف بتاع القطاع. فهي يبقى عندي دلوقتي طريقتين، اما طريقه المساحه ديت ان انا احسب المساحات اللي بيخدمها كل خط وبعدين اضربها في تصرف وحده المساحه يبقى هيديني تصرف القطاع اللي بتخدمه، يا اما احسب طول الخط واقسمه على تصرف وحده الطول فيديني القطاع. فده اداني اللي هي الكلام اللي انا كاتبه. يبقى ديزاين ميثود اول حاجه الاريا ميثود، طريقه المساحات. الكيو ديزاين اللي هو ديزاين تشارج اوف سيتي، والايه الاريا اوف سيتي، اليونت اريا تشارج تصرف وحده المساحات اقسم تصرف المدينه على مساحه المدينه كلها، هيديني متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، يبقى ده اسمه تصرف وحده المساحات. نشوف بقى الاريا سيرفيت باي بايب، يبقى هنشوف المساحة اللي بيتم خدمتها بالماسورة، وعبارة عن التصرف الماسورة على اليونت اريا تشارج. يبقى هنجيب المساحة، طب انا عندي برضو مواسير الصرف، الاقطار الموجودة في السوق 200 250 300 350 400، طب ما انا لو كل ماسورة اقدر احسب لها التصرف اللي بتشيله، فانا ممكن احسب المساحه اللي هتخدمها، فبنحسبه بالطريقه دي، بنقول اريا سيرفيت باي بايب هتساوي التصرف اللي هو بتاع الماسوره مقسومه على اليونت اريا تشارج، يجيب لي الماسوره دي هتخدم مساحه قد ايه، وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للبايب لينس ميثود، هنجيب عندي الكيو ديزاين اللي هو تصرف المدينه، ال توتال لينس اوف سيور نتورك اللي هو طول شبكه المدينه كلها، يبقى اليونت لينس تشارج كيو ديزاين على ال، السيرفد لينس باي بايب اللي هو تصرف الماسوره على الكيو،
يبقى انا لكل ماسوره يعني عمليه التصميم انا بصمم 500 قطاع انا عاوز اسهلها. فاحنا جينا عملنا حاجه بقى تبسط العمليه دي وتسهلها جدا ومش هقعد احسب والكلام ده. لا ده انا بعمل جدول زي الجدول الموجود ده. الجدول ده بعمل فيه ايه؟ بحط اخطار المواسير الموجوده، بيبقى زي جدول التسليح بتاع الستيل اللي انت معاك كده وشايله في المحفظه بتاعتك لو انت بتصمم انشائي، بيبقى معاك جدول زي ده كده معاك على طول لو انت هتصمم شبكات صرف. اروح حاطط قطر الماسوره، قطر الماسوره معروف اللي هو 200 250 300 400 الاقطار الموجوده في السوق. طب الاس مينيمم اللي هو عبارة عن ايه؟ الواحد على قطر الماسورة بالملي، يبقى الاس مينيمم حطيته. طيب هدخل بقى بالشارت بتاع مانينج بقطر الماسورة والاس، هجيب ايه؟ التصرف اللي هتشيل الماسورة وهي ممتلئة اللي هي الكيو دي اوضح شوية. يبقى ادي الاس مينيمم عندي الفاي والاس. الاس انا جبته وقلنا واحد على الفاي مينيمم، هندخل الشارت بتاع مانينج بالاس والفاي هنجيب التصرف. يبقى دي بقى قيمه موجوده عندنا دي ثابته لكل المواسير، يبقى مش هتختلف. الكيو اللي هتشيلها الماسوره ال 200 مللي الممتلئه عند اقل تصرف 26، ال 250 39 وهكذا. بعد كده بنجيب برضو من مانينج السرعه الممتلئه، اما نلاقي ان السرعه برضه بتاع الماسوره ال 200 عند اقل تصرف 73%، يبقى دي القطر بتاع الماسوره. طيب انا هشتغل مثلا على نسبه الماسوره لحد 600، لو انا هستخدم اللي هو السيبريت الدراي هاخد الدي على الفاي بنص، والدي على الفاي بعد من 700 احنا طالع بتلتين. لو غير كده احط النسب. لو انا شغال بقى هشتغل هنا مصر مثلا وعاوز احطها تلتين وتلات ارباع. وندخل بقى المنحنى من دي على فاي بنص، هنجيب كيو على فاي بكذا بنص وثمانية وسبعين، وهنجيب نسبة فيه على فيه ونحسب الكيو سمول. يبقى الماسورة المتين هتشيل كام؟ هتشيل 13 لتر، الثانية هتشيل 19 وهكذا. لحد كده دي قيم ثابتة في التصميم، يعني الجدول ده أنا عملته لحد هنا، دي قيم ثابتة لقطر الماسورة، هتمشي لأي تصميم ماسورة، بس هي التغيير بس هنحط دي على الفاي بتلتين وتلات أرباع. طيب. القطر دوت يا دكتور إحنا اللي بنبقى فاردينه؟ القطر ده ما دي الأقطار موجودة في السوق. مش انا عندي السوق فيه الاقطار، يعني لما اجي اشتغل على البي في سي هلاقي 200 225 250 275 300 وهكذا، احط الاقطار دي في الجدول تمام واحسب لها اس مينيمم اللي هي واحد على قطرها. اجي على الخانه الثالثه دي اجيبها من مانينج تشارت، ادخل بالاس والفاي اجيب الكيو واجيب الفي اللي هي الخانه الرابعه. بعد كده هفرض ان انا عارف ان انا الحد اقل من 700 لو هي دراي نص، لو هي ويت تلتين. انا هنا مثلا هو كان افترض نص، لكن لو انا بصمم فعليا هنا في مصر احطها تلتين، واحط اللي تحت كام من 700 وانا طالع احطها كام؟ ثلاث ارباع. يبقى ديت ادخل بقى المنحنى بتاع الهيدروليك اليمنت اجيب نسبه كيو على كيو وفي على في، هلاقيها نص. انا هتكلم بقى على النص و99 هنا الاقيها 78 و1 1 من 10. طيب التصرف هو ممتلئ 26، طب هي وهي ممتلئه جزئيا هتشيل كام؟ هضربها في نص يبقى 13. طب السرعه كام بتاعتها وهي ممتلئه جزئيا؟ 73، ف99 هيديني السرعه. يبقى لحد دلوقتي بقت القيم دي ثابته ما فيش فيها اي اختلاف. عاوز اجي بقى انا اصمم المدينه بتاعتي اعمل ايه؟ يبقى انا عملت الجدول ده. الجدول ده لو انت شغال في مجال الميه والصرف هيبقى الجدول ده موجود معاك على طول لحد الكيو سمول والفي سمول. طب ايه الجديد بقى؟ الخانتين اللي هم الفاضيين اللي هم حسب نوع المدينه اللي انا شغال عليها، شبكات الصرف بس صح؟ اه
ايوه لشبكات الصرف، ما احنا بنتكلم على تصميم شبكات الصرف بالجرافت. طيب لحد كده تمام. الجدول ده هيبقى موجود مع حضرتك. انا هصمم بقى لطنطا، لزفته، لاسوان، للبرامون، لبرمبال، مش عارف، لمحله مرحوم، لمحله روح. يبقى اللي بعد كده هيبقى هو ده اللي انا هملاه، اللي هو هيبقى عندي خانتين، لو انا شغال بالاريا سيرفيد او السيرفيد لينز. يعني انا قلنا في طريقتين، يا اما هشتغل بالاريا سيرفيد او السيرفيد لينز اللي هو الطول الايه المخدوم. طيب يبقى الخانتين دول هم الفاضيين، طب هنجيبهم منين بقى؟ نرجع بقى لطريقه التصميم. هنيجي على خلينا في البايب لينس ميثود، دي اسهل حاجه. انا عندي كيو ديزاين اللي هو تصرف المدينه كلها، وال اللي هو توتال لينس اوف سي وان، طول شبكه المدينه كلها. يعني المدينه مثلا تصرفها 10000 متر مكعب وطول الشبكه 1000، هروح احسب 10000 على 1000، يبقى 10 التصرف المتر الواحد 10 متر مكعب في اليوم. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ اليونت لينس شارج اللي هو الكيو ديزاين على ال لتر المتر في اليوم. طيب لو انا قلت بقى السيرفيد لينز هيساوي ايه؟ لو انا اعرف تصرف وعاوز الطول واجيب واقول التصرف ده انا بلمه من طول قد ايه؟ يعني انا حسبت التصرف عندي تصرف محدد 13 لتر على الثانية، وانا طب ال 13 ده هيجي من طول قد ايه؟ من الشبكه. يبقى نعوض في المعادله بتاع، هنقول السيرفد لينز باي بايب، يبقى كيو سمول على الكيو على ال اللي هو اليونت لينز شارج، يبقى يطلع لي كذا متر. ده اللي في الخانه بقى اللي هي بتاع السيرفد لينز دي. طب الماسوره ال 200 هتخدم طول قد ايه من الشبكه؟ انا عندي الماسوره ال 200 اهي، الكيو سمول بتاعتها كام؟ شايله وهي ممتلئه جزئيا 13 لتر على الثانيه. طب هتخدم طول قد ايه من الشبكه؟ بقسم ال 13 على يونت اريا شارج هيديني بقى ايه؟ السيرفد لينز، هيقول لي انها تخدم 50 متر. طب الماسوره ال 250 قطرها، انا عندي الكيو بتاعتها 19 اقسمها على اليونت اريا شارج هيقول لي هتخدم 100 متر. يبقى انا عرفت كل قطر من الاقطار ديت هيخدم طول قد ايه. يبقى نرجع على اللوحه دي. يبقى انا عشان احدد قطر الماسوره هشوف مثلا انا عندي الطول بتاع الخط اللي هو على الشمال ده هنقول 200 و300 متر. اروح راجع للجدول ده واشوف اني ماسوره قطر من دول مديني سيرفد لينز 300. هنلاقي مثلا الماسوره اللي هي 400، يبقى اقول اروح جاي اقول له القطاع ده اللي هو بتاع الماسوره ديت هناخد قطرها 400 مللي. طب هنيجي عند الماسوره بتاع ماسوره ثانيه، اروح حاسب الطول المجمع للمواسير قبل السكشن وارجع للجدول اشوف الطول ده يناظر قطر قد ايه، يبقى ده قطر الماسوره. يبقى عمليه بسيطه جدا سهلت عمليه التصميم، ان انا بحول التصرفات لطول مناسب لطول مناظر لها. يعني لكل ماسوره بشوف هتخدم قطر مقداره قد ايه. يعني انا عندي كل قطر من المواسير، انا حطيت 200 250 300، لكل قطر ده هاجي في الخانه بتاع السيرفد لينز هكتب الطول اللي هي ممكن تخدمه مقداره قد ايه. طب السيرفد لينز ده عباره عن ايه؟ الكيو اللي هو سمول اللي هو انا حاسبه مقسوم على اليونت اريا تشارج، اليونت اريا تشارج اللي هو تصرف المدينه على طول الشبكه كلها، فحسبت كل ماسوره هتخدم طول قد ايه. فانا بمشي على الشبكه احسب الطول واشوفه ماشي مع انهي ماسوره، يبقى ده قطر الماسوره. دي عمليه تصميم بسيطه وسهله. ده بس للايه؟ للمعرفه. في اي سؤال فيها؟ يعني هو دكتور بس اخر عمود اللي بيتحسب واشوف الطول معايا المخدوم ايه واروح اجيب القطر بتاعه بس.
ايوه بكل بساطه، يعني انا بحسب الطول في الشبكه من اللوحه واشوف الطول ده كام متر، اجي ادخل الجدول واشوفه ده الطول ده مناظر لماسوره قطرها كذا، يبقى ده قطر التصميم بتاعي، تمام بدل ما اقعد احسب حسابات تصميميه لكل ايه لكل قطاع. تمام يا دكتور. نفس الكلام ده لو انا بعمل بطريقه الايه الاريا ميثود، بس بدل ما احسب اطوال هحسب ايه مساحات، يبقى احسب مثلا ماسوره، كل ماسوره هتخدم مساحه قد ايه، وبعد كده اشوف المساحه الطبيعه قد ايه واقول ده يناظرها قطر مقداره كذا. بعد ما صممنا بقى ورقمنا بنرسم حاجه اسمه قطاع طولي للشبكه. القطاع الطولي ده بيبقى باين فيه سطح الارض وباين فيه المواسير والمنهولز وكل حاجه. يبقى بنيجي نعمل جدول زي اللي تحت ده، بنحط اول حاجه المسافه. طب المسافات ديت بناخدها مثلا 30، او هي عباره عن مسافه ما بين المطابق. يبقى لكل المسافات الاستيشن ديت اللي هي اللي انا بحسب عليها دي المسافات المطابق، واحط رقم المطبق. يبقى رقم المطبق يبقى عندي ده رقم مطبق 17 1 17 2 17 3 او هكذا، يبقى ده رقم المطبق محطوط. بعد كده احط منسوب سطح الارض ومنسوب قاع الماسوره ونطرحهم من بعض يديني عمق الحفر، واحط قطر الماسوره مثلا 200 والميل بتاعها، واروح جاي بعد ما اعمل الجدول ده اروح راسم ايه الرسمه اللي فوق ديت، بتحدد بقى برسم سطح الارض اللي فوق ووصله، وبرسم الماسوره قاع الماسوره، وبرسم اماكن المطاف. ده بيبقى قطاع طولي، وبنقول بقى الخط مثلا الخط كذا او من مطبق كذا الى مطبق كذا. دي رسمة برضو نفس الكلام اهو، ادي قطاع طولي مرسوم، نفس الكلام الجدول موجود، المنهول نمبر، الجراوند ليفل، بايب انفيرت ليفل، بايب انفيلت ديبس، الديستانس المسافة، والميل والدايمتر. ده الرسمة لازم يبقى اللوحة اللي احنا بنعملها للشبكات، بنعمل لوحة للقطاعات لكل خط عشان يبدأ يشتغل عليها، يبقى عارف الحفر بتاعه في كل نقطة، لما يجي ينفذ بيعرف عمق الحفر وعمق الماسورة والمنهولز مكانه وعمقه والكلام ده. والرسمة التانية اللي هي في الآخر اللي هي مرقمة بقى وفيها المنهولز والمسافات والبلان، يعني اللي هو فيها أرقام المنهولز، المسافات بالمنهولز، قطر المواسير، وحاطين عليها مناسيب المواسير برضه، ومناسيب سطح الأرض والإنفكتر كده. يبقى احنا خلصنا. الأسبوع الجاي في محاضرات ولا مفيش؟ فينش كده يا دكتور الحمد لله. نعم خلصنا كده الحمد لله. الأسبوع الجاي فاينل. الفاينل يوم كام؟ الفاينل بتاعنا إن شاء الله يوم الأربعاء. الجدول نزل ولا لسه؟ أيوه نزل ده رسمي. طب يعني لو تقدر تبعتهولي بقى، أنتوا الشبكات وقت إيه؟ احنا الشبكات يوم احنا نمتحن الاربع، الحد اللي بعده، لا الحد اللي بعده، ايوه يعني هتبقى رابع مادة 13/6 يا دكتور. رابع مادة يعني ما هتبقى يوم الحد 13/6 يا دكتور. 13/6 يوم الحد 13/6. خلاص ان شاء الله. يعني خلاص كده احنا خلصنا يعني، ولا نديكم محاضره الاسبوع الجاي؟ لا يوم لا 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 احنا كده خلصنا واتعشت والله يا دكتور كده خالص. ربنا يبارك في حضرتك والله على المعلومات، وربنا يبارك في وجود حضرتك معانا والله. والله الله يكرمك يا باشمهندس، احنا يعني ايه عاوزين نستفيد. بالنسبه للامتحان بقى ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الجزء النظري بتاعنا يعني اللي هو احنا مدينه في ال انتوا شفتوا الامتحان، يعني هتلاقي الامتحانات السابقه موجوده، بس عاوزين برضو كده حضرتك برضو ترشدنا يعني اسئله مهمه زي نظري زي ما عملت معانا كده في الترم الاولاني برضو، يعني السؤال ده هجيب سؤال نظري كذا وكذا مثلا كده نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. هو يعني بالنسبه لل ده
ده امتحان مثلا سنه 2011 اللي هو قدامك على الايه الشاشه. اول حاجه بيبقى سؤال عن انواع المواسير، يعني مثلا هنيجي مثلا نبدا بالبايب تايب اوف بايب والعوامل اللي هي بيتم على اساسها اختيار نوع المواسير. يبقى البايب ماتيريال والفاكتور افكتنج سيلكشن اوف بايب ماتيريال غالبا يعني ايه يبقوا ثلاث انواع مواسير، يعني مش ما تزودش عن كده. عندنا انواع مواسير كتير 7-8 انواع، فانت تذكر لي ثلاث انواع ومميزاتهم وعيوبهم واستخداماتهم. ماشي. يعني مش هنكبر على ثلاثة يا دكتور، اي ثلاثة بس نذاكرهم وخلاص. يعني ثلاثة يكونوا ما تجيب لي، يعني ايه هنتكلم مثلا عندي الفيترفايد كلي، مواسير الفخار، مواسير البلاستيك المواسير اللي هي المشهورة يعني. ايوه، ومميزاتها وعيوبها. تمام. العوامل اللي بتأثر على اختيار مثلا ايه انواع المواسير، ده سؤال مثلا ممكن جزء تاني يعني اساسي عندك. بقى هنتكلم في الانتاج، هيجي لك مساله انتاج، يعني ايه هنجيب لك مساله بسيطه كده ربنا يسهل على السنيه ايه معانا ان شاء الله. ماشي. نفس المطالب بتاعت الترم الاولاني الانتاج. يعني هو ابسط. تمام. ماشي. وانواع الترمبات المستخدمه، انواع البامب ستيشن، الجزء النظري يعني انا يعني مش كل حاجه بقولها هتيجي يعني، بس انا بقول لك مثلا عندي محاضره بامب ستيشن، انواع البامب ستيشن، انواع الترمبات، الكافيتيشن، ايه هي الكافيتيشن وهي العوامل اللي بتاثر عليها وازاي نقللها، ده الجزء مثلا النظري. هنيجي مثلا الجزء بتاع الشبكات، الديفرنت تايب اوف ديستريبيوشن سيستم، انواع شبكات التوزيع الميه والادفانتج وديس ادفانتج، مميزات وعيوب برضو. ده اللي هو المقارنه ما بين الكومبايند وال انواع مثلا شبكات توزيع الميه، عندي التري سيستم واللوب سيستم والجريد ايرن سيستم اللي هم اربعه. تمام. ده بتاع الميه. تمام. هنرسمهم ونكتب كلمتين ببساطه، ميزات وعيوب، ما نستفدش قوي يعني ونقعد نكتب حاجات كتير قوي يعني ايه، يعني الناس ما تستفدش في النظري قوي برضو، عشان في ناس مثلا يجي في النظري يقعد يكتب له صفحتين ثلاثه في جزئيه بثلاث درجات. ماشي. تمام جدا. بالنسبه للايكويفالنت باي هجي لك بقى مساله او اتنين، يعني مثلا قدامك كده دي مساله كانت جت في امتحان، هتجي لك حاجه زي كده، مش هندخل بقى في حاجات معقده، يعني هنجيب لك حاجات انك لو انت هتعرف الايكويفالنت باي بطريقه حسابها هتحل المساله. تمام. نفس الكلام مثل في سيكشن، هنجيب لك رسمه زي دي واحسب، شوف القطاع، تشيك القطاع AA او BB وشوفهم سيف او لا. ماشي. خلاص انت عملت تشيك وسيف والغير مواسير، ما تعملش اعاده حسابات. هنيجي ندخل بعد كده على هارد كروس، هتجي لك مساله هارد كروس، قلنا هنجيب حاجه بسيطه يا لوب واحده يا اما لوبين بساط، وتعمل هنقول لك حدد، لو انا قلت لك اعمل اثنين تراير خلاص، ما قلتلكش برده هم اثنين تراير، ما تزيدش عن كده. حتى لو انا مش محدد انت هتعمل اتنين محاولة بس. بالنسبة لايه؟ الهارد كلوز. تمام. بالنسبة للمواسير مثلا هتبص لها مسائل زي دي، يعني عندي المين سي والكوريكتور طولها كذا قطرها كذا ومش عارف ايه وفي برانش قطرها كذا واتوات هايت اباف ذا انفيرت ريفل، اللي هي طريقه ان انا اوصل ماسورتين اللي احنا قلنا عليها النهارده. اللي بتاع الاتش دي ماسوره، يبقى نحسب ادي ماسوره، وبعدين مثلا ماسوره نقول لك ايه مدينه في اعداد سكانها كذا والتصرف الفرد كذا، المطلوب ان انا اصمم ماسوره رئيسيه اذا كانت الماسوره دي ماشيه تلتين فول ات ماكسيمم فلو وبيانات. ماشي.
دي بقى لك مساله دي ودي دي مسالتين هيجوا زي ما هم كده قريبين كده يعني. ماشي تمام. السته دي مش هنجيب سته بقى لانك ما خدتش الجزء اللي لا يعني مثلا انت عندك برضو هنا ماسوره قطرها كذا ومشي 30 فول وعاوزين القطر والديامتر يعني ايه المسائل الموجوده في الشيت اللي هو بتاع الصرف مش هتخرج عنها. تمام. دي مثلا شكل بعض المسائل بتاع الهارد كروس دي مثلا مساله بتاع الايكويفلنت بس مش هنجيب لك بقى مساله زي دي. دي كانت مساله في سنه يعني مش هنجيبها لك معقده كده. دي مثلا مثل في سيكشن احنا بنحب الحاجات البسيطه والله يا دكتور. احنا مثلا ادي هارد كروس وادي فيها كل البيانات ودي دول اتنين لوب ممكن تجي لك حاجه زي كده. برضو ادي مثلا بتاع الايكويفلنت بايب هتجي لك ممكن تجي لك حاجه بسيطه زي دي مش هتجي لك يعني انا بقول لك هتجي لك المسد اوف سيكشن حاجه زي كده. هارد كروس كتلوب واحده تمام ممكن يعني هتجي لك حاجه بسيطه نفس الكلام هو بتاع النظري مثلا بتاع الصرف النظري زي ايه بقى مثلا برايمري ستادي فور سيورج سيستم الدراسات الاوليه لشبكات الصرف التايب اوف سيورج كوليكشن سيستم اللي هي مثلا عندي الكومبايند والسيبريت والكلام ده ماشي ده الجزء اللي هيجي برضو من ضمن الحاجات المهمه التايب اللوكيشن اوف مانهول ورسمه مانهول يعني رسمه مثلا المانهول رسمته يا دكتور معقده كده خرسانه لا هي بسيطه انا هجيب لك رسمه مرسومه بخط اليد وانزلها لكم تبقى بسيطه ماشي ماشي لو كده ماشي زي السؤال اللي موجود ده رايت برايف نوتس اباوت ذا لوكيشن اوف مانهولز اند درو كروس سكشن اوف وان اوف شوز المانهول ماشي تمام تمام يعني ادي بالنسبه للامتحان يعني ادي مثلا في الامتحان كانت ادي لوب واحده مثلا اهي هارد كروس يا ريت والله يا دكتور تبقى لوب واحده لان الامتحان والله بتاع الشبكات بتاع الصحيه الترم الاولاني كان طويل والله جدا. ما هو نفسك يعني ما فيش مشكله في الامتحان هيبقى فيه اوفر يعني حط درجات برضو اوفر وعاوزينه بالله عليك يا دكتور يقصر شويه يعني رأي الغلبان اللي زي كده يا دكتور هو بيحل والله انا بطيء وغير كتير غير كتير والله ما لحق يخلص يعني الامتحان. هو زي ما انتم شايفين الامتحانات كلها ستة لا كلها غلابه خمس اسئله وسؤال ان شاء الله. يبقى انت عندك خمسه كوتش. بالنسبه للميد تيرم هيبقى نفس اليوم ولا هيبقى يوم ايه؟ نفس اليوم بعد الامتحان على طول لمده اخر حاجه وصلت لنا لمده 30 دقيقه. في كلام على 40 دقيقة وفي كلام على 30 دقيقة مش عارفين لسه لغاية دلوقتي. خلاص يعني هو ملوش لازمة بس هحط لكم برضه مسألتين بساط ماشيين مع الامتحان يعني ايه زي ما قلنا برضه هيبقى اخره الايكويفلنت ومسألة على البوبوليشن او البامب حاجة زي كده. ما حلو قوي يا دكتور مسألة ايكويفلنت والله تبقى جميلة يعني تبقى يبقى حضرتك كده عملت معانا الواجب والله يا دكتور. انا بقول لك هيبقى يعني حاجة بسيطة ان شاء الله. بحيث ان احنا حتى لو يعني تبقى نفسيتنا مرتاحه كده احنا طالعين من الامتحان. ربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا دكتور ويخليك. اي سؤال جدا والله دكتور لو امكن ممكن تنزل لنا الامتحانات ديت لما حضرتك دي ان شاء الله. ماشي خلاص انزل لكم نسخه منها. نزلها لنا على التيمز والرسمه بتاعه المنهول بتاع المنهول اللي انت حضرتك قلت عليه شوف الرسمه يدوي بحيث انها تكون ابسط من محاضره سابقه من لحد ايوه والنبي يا دكتور تمام تكون ابسط ان شاء الله تمام خلاص تمام ماشي يا دكتور الف شكر لحضرتك نشوف بس الايه الغياب بقى ان شاء الله